السلام عليكم. في هذا الفيديو راح نتعرف على البنية التحتية، وهي النوع الأول من البنية التقنية. السلام عليكم. البنية التحتية، البنية التحتية ببساطة بتهتم بتنفيذ وتصميم سواء كان نحكي الفيزيكال أو الفيرتشوال أو المكونات المادية أو الافتراضية للبنية التحتية، وتختلف مكوناتها حسب طريقة التصميم. خلينا نأخذهم واحد واحد. كبداية خلينا نأخذ موضوع السيرفرز. السيرفرز بالنسبة لنا هو في الآخر هو المعالج، هو اللي مثلا بيعمل معالجة للبيانات والتطبيقات اللي بتكون موجودة عليه. شيء اخر معنا يا موضوع اللي هو الاستورج او التخزين. التخزين مثلا اللي هو بتولى مثلا عمليه تخزين البيانات وحتى الملفات اللي مثلا مهمه بالنسبه للتطبيقات. خلينا نحكي كمان بتختلف طبعا من طبيعتها، سرعتها، الكميه اللي ممكن مثلا تقدر انت توفر داخلها. في عنا شيء اخر، عنا موضوع اللي هو الشبكات. الشبكات هي خلينا نحكي اللي بتربط جميع المكونات الماديه والافتراضيه الخاصه بالبنيه التحتيه. ناخذ كمان مثال او رقم 4 في بالنسبه لنا اللي هو موضوع الاوبريتنج سيستم. الاوبريتنج سيستم هو نظام التشغيل، وفعليا هذا اللي هو اللي بيشغل التطبيقات، اللي بيشغل البيانات. اوكي، طبعا هذه كلها حاليا احنا لازلنا نتكلم على البنيه التحتيه، وكلها جزء من البنيه التحتيه، لكنها هي فعليا بتتولى وتساعد مثلا تطبيقات البيانات حتى يتنفذوا بالطريقه الامثل. طبعا بتختلف انواعها، بتختلف مثلا سرعتها، بتختلف حتى مثلا قدرتها على المعالج، سواء كنا نحكي عن 64 بت او 128 بت. في عنا النوع الاخير او خلينا نحكي او ما قبل الاخير، عن موضوع الفيرتشواليزيشن او اللي هو عمل نسخ افتراضيه من السيرفرز. وهذا مثلا بيساعدنا مثلا بحيث انه قادر نستغل خلينا نحكي البنيه التحتيه الموجوده بين ايدي وموارد البنيه التحتيه بطريقه الامثل. مثال عليها، افترض انا بدي استخدم، بدي يكون عندي مثلا زي بدي اعمل مثلا بيئه افتراضيه لنظام معين، والبيئه الافتراضيه هي مش حتلزمني اكثر من يومين ثلاث، اختبر عليها شيء معين بعد هيك الغيها. فانا بدل مثلا ما انا اجيب مثلا سيرفرز فعلي او انه استخدمه وكذا واحط عليه وادفع عليه فلوس والاخر واحجز الاوقات معين، لا انا والله بستخدم اللي هو الفيرتشواليزيشن، بعمل مثلا نسخه من السيرفر اوريدي عندي اياه موجود، بستغله، بستفيد منه، بعمل توسع قد ما بدي سيرفرين ثلاثه اربعه، استخدمتهم يومين ثلاثه 10، بعد ما انتهيت ساعتها بلغي هذول السيرفرات وبتيحهم مثلا لاستخدام اخر داخل المؤسسه. بالطريقه هذه انا بكون عندي بستغل الفيرتشواليزيشن او بستغل مثلا اللي هو عمل نسخ افتراضيه من السيرفر تبعي للاستفاده منه بشكل الامثل. اخيرا وليس اخرا بالنسبه لنا اللي هو موضوع في عندنا اذر كومبوننتس مثلا زي السويتشز والراوترز وكذا، كل هدول مثلا مكونات بتساعد البنيه التحتيه بحيث عمليات التوسع مثلا، بحيث مثلا تشمل ممكن يكون عندي مثلا داتا سنترز كثير كبير، فانا راح يلزمني مثلا لتسريع عمليه نقل البيانات بين مثلا بين مختلف المكونات الخاصه بالبنيه التحتيه. ويعطيكم الف عافيه. في هذا الفيديو تعرفنا على البنيه التحتيه، وهي النوع الاول من البنيه التقنيه. في الفيديو القادم راح نتعرف على النوع الثاني من البنيه التقنيه.